بص بقى، الجو حر والواحد مش طايق نفسه، والكهرباء كل شوية تقطع والناس بتسيح والحاجات غالية والواحد مش طايق نفسه، وفي كآبة في الجو وفي طاقة سلبية، وانا قاعدة في امان الله بتصفح على الانترنت ابص بقى الاقي قدامي دي. احكموا انتوا بقى. اتكلم فيه. عمري ما عملت فيديو من النوع ده قبل كده، بس بصراحة انا صحيت على اخبار بشعة. مش قادرة اوصف لكم قد ايه، بس يعني انا متأكدة ان مش انا الوحيدة اللي حاسة بكده، وان احنا كلنا لما قرينا الخبر ده عندنا كمية غضب مش طبيعية. وانا هنا عشان اقول لكم I feel you، عشان انا مش فاهمة ازاي فيلم باربي يتأجل من جولاي لأوجست، لاخر اوجست. هو ازاي مفيش اهتمام يا جماعه بمشاعر الشباب للدرجه دي؟ يعني هي وصلت ليه كده؟ يعني هو ده اللي احنا وصلنا له؟ طب انا اهو، انا قدامكم مثال اهو، نزلت اجيب طقم بينك كنت عشان على اساس بقى ان هو في جولاي، انا ده مش هضطر ما البسوش لحد اخر اوجست، هتكون اصلا البلاوز ادمت. واحلف لكم بايه، وحياه ربنا اقسم بالله، انا واحده صاحبتي راحت تعمل ضوافرها عشان بينك عشان تدخل بيها الفيلم، كده هتضطر تدخل بيها في اوجست اخر اوجست، معناه ان هي هتضطر تعمل ريفيل تاني قبل ما تدخل الفيلم عشان هيكون خلاص ضوافرها طولت. وانا متاكده ان في امثله غيري انا وصاحبتي كتير، يعني مش احنا بس اللي اتاثرنا بموضوع زي ده، بس انا مش مصدقه ومش مستوعبه استهتار والتلاعب بمشاعر الشباب للدرجات دي. يعني احنا بقت مشاعرنا سهله والدنيا بسيطه لدرجه ان انتوا تعملوا حركه زي دي، انا مش متصوره بصراحه. انا بس كنت اقول ان هو لو حد حاسس باللي انا حاسه بيه، فاي فيل يو، اي اندرستاند وير يو كامينج فروم. ان شاء الله بس يتعرف في اوجست وما يحصلش اي تاجيلات يعني تانية. يعني نجوم النور اللي بيقطع والناس بتسيح بقى، والحاجات غليت والمصاريف المدارس بقت صعبة وكل حاجة بقت صعبة في حياتنا والجو فيه كآبة. مش مهم، المهم باربي. يا رب يا رب فوضت امري ليك، يا رب يا رب مرارة اتفقعت، مش مستحملة والضغط عالي ووتي الاتنين مع بعض، يا رب حلها من عندك. انت عارف بقى، انت ادرى بعبادك يا رب. انا احسن حاجة شيل الفيشة بتاعت الراوتر.